ينضم إلينا صاحب صالون الساروت علاء الحمد. صباح الخير. يا صباح الخير علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام، هلا بك. يا هلا علاء. هلا. أهلا بك. إذا ممكن تعلي صوتك شوي. علاء عم تسمعنا؟ يسعد صباحكم. يسعد صباحك. علاء أنت صاحب الصالون، هلا الشباب اللي عندك الثلاثة يعني بالصدفة إجا صوتهم حلو ولا أنت مقصدها؟ حاطط شروط. سبحان الله. هاي الشروط هاي. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، يعني عبد الباسط كان يتردد عندي على الصالون كثير. كان يقعد عندي كثير بالصالون وينشد. يعني أنا هذا الشيء ما بدي أروحه. أنا القصد ما الأغاني، القصد هي أنا أشيد بالأغاني. تمام أستاذ؟ ومثل ما تفضلت الآن نحن هي شروط. لازم يكون صاحب الحلاق يكون صوته حلو. صاحب مزاج وصوته حلو. وفرفوش لازم، مثل ما بنعرف ان الحلاقين يعني على طول عنده حكيات حلوه فعلا بيسلوا الزبون، لانه الزبون بيجي بده يحلق شعره او يعمل دقنه او ممكن ينتظر حتى يجي دوره، فبيحب انه يكون فعلا الحلاق عنده يعني كلام جميل يسليه حكايه، لكن انت حبيت انه تضيف الصوت لهذا الموضوع. والخدمات ايضا الموجوده مثل ما شفنا في قسم الاطفال في في اي بي، هل انت كنت مثلا مغترب برا وشفتها باحد الاماكن ولا لا هي خاطت ببالك من حالك؟ أنسي، أنا من مدينة حمص مهجر. أنا من أول يعني من عمري 11 سنة أنا بهاي المصلحة. والحمد لله رب العالمين، أي إنسان بحب يطور حاله بحب يكون المرتبة الأولى، أي إنسان بحب يكون هيك، الحمد لله رب العالمين. وأنا بصراحة بتابع على يعني مثل أوروبا مثل ألمانيا، هاي الأمور بتابعها على طول. يعني بتتابع شو الخدمات اللي عم تنزل جديد بالصالونات أو شو ممكن مثلا تضيف لسه؟ هاي الشنطة. هاي الزبون. تمام هذه نص عليا الزبون. هاي هدية المحل لكل زبون. الدل حلقة عندك شكلها في اي بي، اذا كل واحد بدك تعطيه بشكيره وهديه. بصراحه كثير حبيت الفكره وفعلا حلو هذا الاهتمام بالضيف. لا وبشكيره موس، يعني هذول هديه من المحل. يعني هدول بيكونوا يعني بياخذوا الزبون او انت بتحفظ له اياهم لما يرجع مره ثانيه؟ لا بدي اخذه مع الزبون، واذا ما جاوب مع الزبون له عليه ضريبه يعني بالدلع. ها بياخذها معه وبيجيبها معه قصدك يعني اثناء حلاقته؟ يعني ممنوع ينسى. هي مسك زبون يعني خلاص اغراضنا عندك، بدك ترجع لعنا مشان نحلق لك اياه ومشان النظافه ايضا والخدمات. ايه تمام تماما. علاء انت وين هلا؟ بالصالون ولا بالبيت؟ والله انا بالبيت هلا، وفي الشباب اللي بيشتغلوا معنا بيشتغلوا معي بالصالون موجودين. يلا سمعنا يلا وينهم الشباب، خليهم يجوا لحدك. في اللهم صل على سيدنا محمد. استاذ انا عندي مركز تدريب من الساعه 10 للساعه 1. تمام. مركز تدريب حلاق، يعني هلا في الشباب موجودين هنا عم يدربوا. يعني ما نون جنبك هلا؟ لا ما نون جنبي والله يا استاذ. طيب هلا يعني انت كيف بتوصيه للشباب انه انتم اختاروا الاغاني اللي لازم تغنوها للزباين او على حسب طلب الزبون؟ استاذ نحن دائما عندنا بالصالون انا بحط على الشاشه انا اشيد عبد الباسط. تمام. هاي دائما موجوده يعني، واخذوها كمان من اناشيد عبد الباسط وهذا. هني لحالهم ما شاء الله عليهم. بفهمك اكيد. طيب قد ايش صار لك فاتح هذا المحل بهي الخدمات بهي الحله الجديده؟ ذكرت انه وصل لك زمان بالمصلحه يعني، لكن هذا المحل بهي الخدمات الجديده مش قصر لك فاتحه؟ والله يا انسي انا صار لي شيء 8 سنين بمدينه ادلب. كان عندي صالون بسيط يعني كثير يعني، وحبيت اتطور حالي شوي شوي. هلا تقريبا صار لي يمكن شيء شهر ونص شهرين تقريبا فتحت هذا الصالون. تعذبت كثير حتى يعني وصيت على اغراض من تركيا. الديكور يعني ضل شيء 3 اشهر اني بشتغل فيه بالديكور. بفهمك اكيد. طيب يعني حسيت الناس حبت هي يعني الخدمات، حبت انه فعلا اجي على مكان الاقي فيه خدمات مميزه، ولا الناس بتقول لا انا خلص حلاق مهم انه يكون شغله حلو؟ او حسب حلاقي يعني في ناس كثير ما بتحب تغير. مرتاحين ايه لانه بيعرف شلون سيستم شعره او ستايله. استاذ هلا في عندك، انا عندي مثل الدفتر يعني بفوت الزبون انا شو كاتب على الدفتر. ضيافتك
علينا وحلاتك عليك. بيتضمن الضيافة هي زهورات، الكابتشينو، القهوة، الشاي. تمام؟ يعني أول ما بيجي زبون فوراً بيجي زبون فوراً بيجي أنا حاط يعني شاب أول طلعته، أول ما بيجي زبون بيضيفه كاسة ماي، بيجي بيجيب له الدفتر شو بتحب تشرب، حاط كلمة السر. كمان أنا ضايف خدمة الحمد لله رب العالمين هاي تعلمتها من حمص، من أيام حمص، هي خدمة يعني هي في سبيل الله بعتبرها إن شاء الله، والزكاة المحل يعني يعني إحنا أطفال الشهداء على مدار الأسبوع مفتوح الصالون. حلو، ما بتاخذ منهم إجراء؟ لا لا أعوذ بالله، لا هاي من أيام حمص والله الحمد لله رب العالمين. والشباب عندي كذلك الأمر، نحن متابعين هذا الموضوع وما نتركه يعني. حلو، أي مشروع في شيء لله أو للخير أكيد لا يعني. لا لا الحمد لله رب العالمين، أنا كل إنسان مصاب بروح عنده على البيت بحلوله بالبيت، بيجي عندي على الصالون كمان مثله يعني أهتم زبون اللي بيدفع يعني. كثير بصراحة انبسطت يعني عن جد بالخدمات اللي عم تقدم، لأنه فعلا مميزة بالشمال السوري، وحلو أنه فعلا تلاقي الضيف ابتسامة بأغنية جميلة، يلاقي حاله كسر هذا الروتين، وأيضا ضيافة على ذوقه. ويمكن الأنبل والأجمل الشيء حكيته أنه أنت فعلا بتستقبل أي حدا يعني عنده حدا من الشهداء على حسابك، فإن شاء الله يا رب نتمنى كل التوفيق، وأكيد الناس بحاجة مثل المشاريع اللي بتكسر النمطية. صحيح 100%. علاء انت عم تعلمت الغناء ولا لسه؟ لا لسه لسه. لا ليش؟ بكير لسه؟ شوي شوي الواحد بصير. انا اذا بدي اتعلم بتعلم الناشيد مثل عبد. حلو. من عبد الباسط بس. حلو، كل التوفيق لك يا علاء الحمد صاحب صالون الساروت للحلاقة، استمتعنا بوجودك، شكرا لك ونهارك سعيد. الله يسلمكم، الله يحفظكم يا رب، وشكرا قناة تلفزيون سوريا. اهلا وسهلا. هلا بيك، نورتنا وفعلا انا صباحنا اليوم، شكرا. الله يسلمك يا رب، مين تهلا وسهلا.